أنا بلشت ألعب بيانو عمري 6 سنين، ضليتني لأيام الجامعة، بعدين عملنا باند وصرنا نلعب موسيقى، وبلشت دراسة إخراج ومسرح وهندسة صوت. تخرجت بالجامعة وتوظفت بشركة كانت كتير كبيرة بعالم هندسة الصوت سنة 98. من بعد 15 سنة كان طموحي أكبر، نحن فينا نعطي أكثر. تركت بال 2013 وتأسست بلو ساوند سنة 2014. دغري بلشنا على ستاندرد كتير عالي، من مهرجانات بيروت لبرامج التلفزيون. بلو ساوند خلال 6 أشهر عطيت نتيجة معنوية رائعة ونتيجة مادية أروع. بلو ساوند بتقدم خدمات صوت مؤلفة من 3 بارتس. بلو ساوند إكويبمنت بيختص بس بأجار أجدد معدات موجودة بعالم الصوت. بلو ساوند إنجينيرينج يلي بتقدم خدمات تشغيل وهندسة صوت. بلو ساوند إنسترومنتس بتأمن آلات موسيقى للموسيقيين وللحفلات. صارت بلو ساوند هي ليدر بالماركت اللبناني بأقل من 3 سنين، عشان هيك تقدر تلبي متطلبات الفنانين العالميين اللي بيجوا على لبنان بأعلى مستوى من التقنية والحرفية. When you have a guy like Shady, which is a perfect sound engineer, you don't want to leave the stage, okay? حاليا موجودة بلبنان، ومن فترة قصيرة افتتحنا فرع بالمملكة العربية السعودية، وعم نحضر لبلدين تانيين عربيين لحتى نفتح فرع من بلو ساوند فيه. بلو ساوند كانت حلم، طلع النجاح أكبر بكتير من الحلم.